في مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق جديدة. اللهم يا مدبر الأمور دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهوري الحبيب، وحشتوني جدا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل معاكم معجنات حلوة قوي وهتعجبكم إن شاء الله، تنفع في الفطار، تنفع مع الشاي، تنفع جايلك ضيف، تنفع في رحلة، فهي مش مكلفة وإمكانياتها بسيطة جدا وسهلة خالص. هنعملها مع بعض وهنعمل النهاردة منيو رنجة. يعني إيه البوفيه بتاعنا ده؟ إن شاء الله بإذن الله هيتملي رنجة. أول حاجة هنبدأ معاكم بيها طبعا المعجنات بتاعتنا عشان تخمر براحتها. بسم الله. هننزل بمقادير البريوش، هعمل لكم بريوش حلو. ليه؟ لأن اليوم النهاردة في رنجة، فما حبيتش أعمل بريوش حادق ورنجة حادقة، فقلنا نعمل البريوش حلو. وانا برضو شغاله معاكي هقول لك ازاي تعملي البريوش حادق. البريوش مقاديره نزلت معانا نص كيلو دقيق، وعندك حطي على نص كيلو دقيق ربع كوبايه سمنه، معلقتين سمنه سيحيها على النار وحطيها، ومعلقتين سكر، لا انا عايز 3 معالق سكر، يا ريت تكتري في الحلو السكر شويه، وهتحطي معلقه الخميره، وعندك رشة الملح، وثلاث معالق لبن بودرة، يعني توصي باللبن البودرة. ما عندكيش لبن بودرة حطي كوباية لبن حليب أو كوباية وربع، عجيني بيها يعني. وعندك نص معلقة بيكنج باودر، وعندك بيضاية ورشة فانيليا، وعندك مية دافية للعجن. احنا اتفقنا مع بعض قبل كده لما اشتغلنا المعجنات أي حاجة هنحط عليها خميرة المية بتاعتنا تبقى دافية، تبقى حنينة كده، عشان أولا تنشط معاك الخميرة وتخلي العجين معاكي حلو. ونجيب الميه بتاعتنا جنبنا ونشتغل مع بعضينا. اول حاجه هنحط مع بعض، هنغير شويه في حاجه جربتها لقيتها افيد، بدل ما نحط الدقيق ونحط المقادير كلها عليه، لا احنا هنحط المقادير السايبه وبعدين نحط الدقيق بتاعنا. عندي بضايه بس في حاجه هقولها لك برضو، دي بضايه وبياض بيضه. البياض بيضه ليه؟ لان انا خدت صفار البيضه اللي هدهن بوش البريوش قبل ما يخش الفرن، ما رضيتش ارمي البياض فهدخله في العجينه. بياض البيضه طبعا اذا حضر البيض فحضرت الفانيليا. الفانيليا دي يعني تحس ان هي ايه، هي والبيض ماشيين مع بعض كده ماشي. هنحط لبن بودره، 4 معالق لبن بودره او 3 معالق، لو ما عندكيش لبن بودره حطي كوباية وربع أو كوباية لبن حليب. عندك الخميرة، معلقة خميرة حلوة كده للمقدار بتاعنا. طبعا احنا عايزين ناكله من الإيطالي كده ومسكر، يبقى نعمل ايه؟ نكتر السكر شوية، معلقة اتنين وتلاتة واربعة. لو هتعمليه حادق ما تحطيش معلقتين سكر كفاية، ومحتاجين شوية ملح صغيرة. هنجيب الملح بتاعنا، بسم الله، ذرة ملح. احنا قلنا اي معجنات ملح وسكر، ذرة وذرة. بسم الله. هقلب المقدار مع بعض وهنزل بشوية المية. قد ايه المية بتاعتك بقى؟ ده نص كيلو هياخد كوباية كوباية وربع مية، بس مش كل الدقيق، مش كل الدقيق بياخد ميه كتير، فحاولي تاخدي اقل شويه من المقدار بس كده. ما نشوف الدنيا بقى تمشي معانا ازاي ونحط بقيه المقدار. نرجع نقول مع بعض، حطينا ايه؟ بيضه، 4 معالق سكر، حطينا رشه فانيليا، ونزلنا بمعلقه الايه؟ الخميره. ده كله على بعضه كده ونقلب مع بعض ونروح على البوتاجاز بتاعنا ونحط السمنة. انا مش عايزة السمنة مقدوحة، انا عايزاها سخنة. عبارة عن ايه يعني؟ قد ايه؟ ربع كوباية، معلقتين كبار سمنة تحطيهم كفاية قوي على المقدار بتاعنا ده بس كده. مجرد بس ما السمنه تفك مني هنزل بيها على المقدار ده. البريوش دي ايه اللي يخلي البريوش فاضي من جوه جميل كده
وعامل زي الزبدة كده طري فاضي وطري. لبن البودرة من الحاجات اللي بتحسن العجين جدا. اللي خلي بقى البريوش طري معاكي الخمر. الخمر ازاي؟ انا عجيني اهوت اسيبه يخمر براحته خالص، وما شاء الله هيخمر، هخبطه واسيبه يخمر تاني، وبعد كده اشتغل واسيبه يخمر تالت. هو ده اللي بينجح البريوش معانا. ونسيت اقول لكم النهارده ان شاء الله هنخلي السردين مع بعض. بسم الله. حلو قوي. بس كده انزل بمقدار السمنه. تمام. وانزل بمقدار الدقيق بتاعي. انزل بمقدار الدقيق كله؟ لا، هسيب شويه. خلي دايما يبقى عندك دقيق فاضل، معلقه كده فاضيه معاكي. بسم الله. كده انا محتاجه الدقيق، هنزل بيه كله. دايما فوضي من مقدار الدقيق معلقه، بحيث لو طلع عاوز دقيق يبقى عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعجينه البريوش عجينه ناعمه يا جماعه. يعني ايه عجينه ناعمه؟ ما بتبقاش عامله زي عجينه الرقاق مثلا او الفطاير، عجينه تقيله كده. لا، دي عجينه ناعمه، وهتشوفيها دلوقتي معانا. هخرجها لك خالص وهوريكي هي ناعمه ازاي. اهي بسم الله. عجينه البريوش اهي، لازم تتعجن بقى كده وتاخد وتدي معاكي. استاذنكم، حبل المشنقه ده ممكن؟ معلش انا اسفه والله. بس انا بحب ايه العجين كده تحسيه، بصي بيلزق معاكي، هو ده الصح. وهتلميه كم تاني، وممكن تتعافي ده بمعلقه زيت. بصي اعجني في عجينك ده لحد ما يلم معاكي خالص. كل ما تعجني في العجينه بتاعت البريوش بتبقى ناعمه جدا من جوه، وبجد تفرق معاكي. المعجنات اللي فيها خميره حاولي تاخدي وتدي معاها كده. تمام اهو زي الفل. اخبطي كده. بس كده هلم العجينه بتاعتي خالص، وهحطها في بوله اهي. العجينه ناعمه معاكي. بصي قربي مني، انا عايزه اوريكي العجينه ناعمه ازاي. بصي ناعمه قوي اهي. السمنه مع اللبن البودره مع شغلك فيها بينعم العجينه معاكي، تاكلي احلى بريوش في الدنيا. ده ممكن حتى الولاد ياخدوه وانتوا هما رايحين المدرسه. هتحطيه في بوله كده وهتغطيه وتسيبيه يخمر. ياخد معاكي قد ايه انت وظروف المطبخ بتاعك والحراره بتاعتك؟ ياخد معاكي ساعه؟ ياخد معاكي نص؟ انت والمطبخ بتاعك. هنشيل حاجتنا كده واطلع لكم البريوش خمران دلوقتي. بص قدره قادر اهي. بسم الله. طبعا البريوش ما شاء الله خمر معايا. هو ده البريوش يا جماعه، هو ده الخمر الصح اللي انا عايزاه للبريوش. هتقولوا ايه اللي فيه ده؟ هقول لكم دي يعني فاكهه مسكره او زبيب، تحطي براحتك، بيبقى حلو جدا جواها. بس ده بيتحط بعد ما اجي افرد العجين، نفرده كده على الرخامه تاني، بحطه فيه. هتشوفوا ازاي دلوقتي. بصوا هحبط العجين بتاعي. بسم الله. والمه واطلعه على الرخامه بتاعتي. هقول لك ازاي عشان انا ممكن انسى او اتوه منك فابقى فاهمه. بصي احنا عجننا العجين اهو، هتيجي كمان ساعه عشان تشتغليه، هتروحي رشه كده الفواكه المسكره دي وتدخليها فيه كده، ترشي
او الزبيب لو هتحطي برضو على البريوش الحلو زبيب بنفس الطريقه دي. نحط مقدارنا كله وتدخليه كده وتسيبيه. انا حطيته بعد الخمر بس عادي يعني مفيش مشكله، خليه كده يخمروا ايه مع بعض. عندي العجينه بتاعتي اهي ما شاء الله زي الفل، هبتدي بقى الفها اهو. الفها رول كده عشان تبقى سهله في التقطيع معايا، واجيب سكينه واقطعه. عايزه تعمليه بقى في اشكال كتيره جدا للبريوش، عايزه تعمليه ضفيره، عايزه تعمليه زي شكل الرغيف الفينو، عايزه تعمليه زي الكرواسون، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك. هريح الحاجات بتاعتي اهي قدامي. العجين برضو مش عايز اللعب فيه كتير، اللعب في العجين بيعمل بيشد معاكي، ما بقاش سهل وانت بتفرديه. ريحة الخميرة سبحان الله بتطلع من العجين كده بتحسسك ان انت ايه. دي بقى هبتدي كده، انا هعمل اي اول واحدة ضفيرة. بسم الله كده اول واحدة، التانية، التالتة. فاكرين زمان بناتنا الحلوين، هي دي الضفيرة سهلة قوي اهو. عندي حاولي تخلي ايه كله قد بعضه. هبدأ اثبت الطرف، وعندي الطرف التاني اهو، التالت هثبت وضفري بقى، بدلي وسعي كده لنفسك وبدلي. واحدة كده، واحدة كده، واحدة كده، وكده كده تضفر زي الفل. حاولي بقى عشان تظبطي شكلها كده. انا عندي صاج هدي للصاج بتاعي زيت عشان اضمن ان حاجتي ما تلزقش. او ممكن تحطي ورق زبدة اللي عندك اللي متاح عندك حطيه. ممكن برضو عجينة البريوش ده من بالليل تبتدي تشتغلي فيها، على الصبح هتبقى معاكي زي الفل. هتشيلي الضفيرة بتاعتك كده وتريحيها بوسع، يعني اديها فرصة تخمر براحتها. ده أول شكل. الشكل التاني هنعمل مع بعض كذا شكل، وانت بقى براحتك بتدعي في البيت عندك زي ما انت شايفة. خلي ليكي وجهة نظر وخلي ليكي درجة ابداع، مش اللي شفتيه تنفذيه. عندك فكرة حلوة حطيها. تمام، هبتدي اجيب الطرف ده كده وهلفها برضو، حاجة تخص البنات يعني اهي كده. والطرف الاخير ده هحطه تحت. تمام، وهحطها ده اكل كده رقيق كده ماشي، حطيناها بس نبعد المسافة ما بين الاتنين لانها تخمر تاني ما شاء الله. طب نعمل حاجة تانية في البريوش، حاجة شكل تاني خالص اهو. بصوا انا بشتغل بايديا معاك اهو، حاجة بسيطة جدا اهو. الموضوع ده محتاج النشابة. بصي فريدي، انا هعمل لك كذا شكل وانا برضو مستنيه منك تبدعي، طلعي حاجه بقى من عندك كده. بصوا الفاكهه عامله فيه شغل حلو قوي، غير ان هي طعمها حلو لما تيجي تتاكل. طب انت حاطه فاكهه مسكره يا شيف؟ هي بتتحرق؟ اه بتتحرق، بس هقول لك ما تتحرقش منك ازاي. بصي خليكي معايا، انا عايزه مسحه زيت بسيطه عشان يطلع مورق معاكي زي الكرواسون كده. بصي فرشة زيت اهي بسيطة خالص، هي فرشة واحدة وتلفي اهي، لفي بالراحة
وحاولي تخبي الفاكهه المذكره او الزبيب وانت ماشيه، يعني ايه هي تبقى جواها طعمها حلو جدا وبتدي شكل حلو برضو، بس عشان ايه نبقى في المضمون يعني. والحته الاخيره دي تحاولي تلزقيها وتخليها تحت، ده شكل تاني. عندنا شكل تالت برضو هنعمله مع بعض، بس عايز ايه يعني نقعد مع بعض شوية اهو. هتلفي كده 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 وتجيبي دي تحت. الله، ما احنا عملناها قبل كده، اصبري بس معايا. طبعا المفروض هيبقى فيه مقص، هتعملي بصي هو مش لاقي المقص، هلف حوالين نفسي عشان المقص، سلكت نفسه اهو، بصوا اهي، عوريها كده بالراحه هتطلع معاكي شكلها ورده تحفه. نص كيلو دقيق تسحبيه من الدرج، معلقه السمنه، معلقه الخميره، عندك المقادير، واعملي نفذي بسرعه وبدعي كمان. تمام، وتروحي برضو جنب اخواتها وتحطيها بسرعه. الصينيه عندي مش هتستحمل اكتر من كده، عشان ده المفروض ان انا بسيبه نص ساعه متغطي عشان يخمر. طب انا ما عنديش الوقت، فهشتغل وادخله مع حضراتكم الفرن دلوقتي، وان شاء الله النتيجه هتبقى حلوه. عندي بياض بيضه هنزل عليه بنقطه ميه صغيره جدا، عندي صفار بيضه اسفه، هنزل بنقطه زيت، وهنزل بايه بشويه الفانيليا عشان ريحته. وفي حاجه عايزه اقول لك عليها، لو عايزه تحطي معلقه ومعلقه سكر، لو عايزه تضيفي معلقه نسكافيه تديله لون حلو جدا، وبرده تديله ريحه حلوه مميزه. هتقلبي الخليط ده كله، هتقولي لي الزيت ليه حطيتيه على صفار البيض؟ عشان يدي لمعه لوش الخبز اللي انا عاملاه. بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب فرشتي كده وادهن وادخله الفرن على طول. السكر برضو بيقرمش كده، بيكرمل على الوش يبقى حلو. تاني اقول لك، نجاح البريوش يتركن بعد ما اشتغلناه اهو مش اقل من تلت ساعه، يخمر تدخليه الفرن. عملت لك عندك اربع اشكال، عندك انت اشكال تانيه، برافو عليكي، بدعي واعملي اللي انت عايزاه كله في بيتك. ادخله الفرن وارجع اعمل بقيه المقدار معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل ضفيره كمان عشان البنات ما تزعلش. وخلي اطفالك يخشوا معاكي المطبخ لو سمحتيلي، خلي اطفالك يخشوا معاكي المطبخ يعملوا معاكي. اللي سر ان احنا حبينا المطبخ كانت اهالينا، كانت ساعه العجن دي كان كل واحد ياخد حته عجين، بس يمكن كانت دي رخيص اياميها شويه، بس عادي يعني. ماشي، وكل واحد ايه يبدع بقى، نعمل عروسه بالعجين، نعمل ورده، نعمل اي حاجه. فكانت الحاجات ايه بتشجعنا، وكان الاهالي زمان بالهم طويل، مش زينا كده بالنا ما فيش بال خالص، بالنا اعتذر استقال. بسم الله. انا ده مش هدخله الفرن، انا هركنه عشان اخر الحلقه اوريكي ايه الفرق بين اللي اتركن وبين اللي دخل الفرن على طول. بسم الله اهو،
ويتركن معانا هنا. نشيل حاجتنا. الحاجات دي هنحتاجها. ونروح معاكم بقى للحاجات التانية اللي هي بتشهي بقى. ايه هي اللي بتشهي؟ الرنجة، الفسيخ، الحاجات الجميلة دي، حاجات تفتح النفس. انا الحمد لله نفسي مفتوحة، ما فيش مشاكل عندي. بس ايه، احنا بنتكلم عن ناس نفسهم مزودة. هنعمل ايه معاكم دلوقتي؟ هنخلي للسردين. اعمل لك كيلو سردين في البيت اسبوع وهتاكلي منه ان شاء الله باذن الله، وبطريقه سهله خالص وبرده ميسوره. يعني هتنزل مقادير السردين معانا وهنعمله مع بعض خطوه خطوه. بسم الله. مقادير السردين عندك: 1 كيلو سردين وخمس معالق ملح خشن اللي هو الملح الرشيدي، وعندك معلقه شطه وعصير ليمونتين ومعلقه زيت. هنقوله مع بعض. بسم الله. سجلي بقى الحاجات دي وخليها عندك لوقت الحاجه. حاجه ايه؟ احنا في عز الحاجه. بسم الله. بصي يا امراي، انا سهلت لك الدنيا خالص وجبت لك علبه صغننه كده. العلبة دي على قد المقدار، يعني حاولوا مقدار التخليل يبقى على قد مقدار السمك، يعني العلبة قد السمك. جبت علبة ورحت كده ملبساها فستان حلو قوي اهو. ليه؟ عشان اضمن ان انا اكبسها من جوه بالهواء. مش عايزة الهواء يبقى جوه، يعني السمك بيلعب في ناحية والهواء بيلعب جنبه، لا. انا عايزة يعني امنع الهواء خالص عنه. اول حاجة جبناها، بصوا معايا، ملح رشيدي اللي هو الملح الخشن، فاكرينه ده موجود كتير جدا في الاسواق وخصوصا عندنا في الفلاحين. يعني ده موجود، مش موجود، موجود في اي سوبر ماركت. ممكن تشتري كيلو وتعينيه عندك في التلاجة في اي وقت، بينفع في التخليل كمان، حلو قوي. وعندي معلقه شطه، بس انا الشطه دي شطه سوداني شديده شويه، فمش مش هكتر الكميه، فهحط نص المعلقه بس عشان ما يطلعش حراق مني ويخلي ايه الدنيا مش كويسه. واقلب ده كله مع بعض حاجه بسيطه جدا، وهخلل معاكم السردين. طب الفسيخ بقى، نقول بالظبط الفسيخ بيتخلل ازاي عشان نبقى مع بعض في كل حاجه. افرض ما حدش عايز يخلل سردين. بسم الله. الفسيخ بتجيبيه وتغسليه، والسردين بتجيبيه وتغسليه. مفيش حاجه اسمها ما يتغسلش، لازم يتغسل. الفسيخ بتجيبيه وتغسليه، مش تغسليه تبيتيه في الميه ليله، لا، بتشطفيه كويس قوي وتصفيه. لما تصفيه في مصفى والسردين والفسيخ، وتحاولي تبقى الراس كده، يعني في المصفى الراس لتحت، في برضه في السردين والفسيخ الراس لتحت كده. ليه؟ عشان تنزل كل البقايا اللي فيه. طب الفسيخ ممكن نعمل فيه حركه حلوه قوي. انا بس بعمل ايه؟ بجيب دباره وبربط الفسيخات كلها من ديلها، لا اي حاجه للصبح عندي في المطبخ، ما بعرضوش للشمس، بينزل وبينشف وبيبقى في منتهى الجمال. انا دلوقتي هكلمكم عن السردين عشان نبقى مع بعض في كل حاجه. السردين ده انا جبته وشطفته بالميه وبيته ليله في التلاجه في المصفى. طلع من التلاجه رحت لفاه في ورق ابيض عشان اضمن ان ما فيهوش اي ميه ولا اي حاجه، لان فعلا اللي بيبوظ الحاجه بالتخليل منك الميه اللي موجوده في السمك. ناشف وزي الفل. هجيب العلبه واحط في العلبه كيس، وقلنا هنقلب قد ايه ملح. الكيلو ده مش هياخد معايا 5 معالق ملح رشيدي. ممكن تحطي لو انت مستعجله عليه عشان تاكليه كمان اسبوع، حطي معلقه ملح عادي مع الملح الرشيد، ونص معلقه الشطه، ونرش رشه بسيطه كده. بصوا زي فرشه كده السمك يبات عليها اهو. وهجيب السمك بتاعي وهرصه في العلبه خلف خلاف المحامي. يعني ايه؟ يعني متخاصمين كده، بصوا خلف بعض بالظبط كده، زي ما انا ماشيه لحد المقدار بتاعي ما يخلص، اللي هو العلبه تتملي. طب انا هروح اشتري علبه عشان اخلل فيها السردين. عندك علبه جبنه في البيت؟ عندك علبه جبنه فضيت ومساحتها تستحمل التخليل؟ خللي فيها. تمام كده. وبرده رشه ملح بشطه، رشه، ما تزوديش الملح لان السردين لحمه حلو، لحمه طري جميل كده، ما
ما بياخدش ملح كتير. ونفس الحكايه بس هتعكسي، بصي يعني انت رصيتي طولي ورصي بالعرض بقى، واحده كده وبرده خلف خلاف عكس بعض كده. الكيلو ده عشان تروحي تشتريه يقولك بكذا، لكن انت بتوفري اكتر من النص. غير التوفير انت ضمنتي نظافه المنتج اللي معاكي وغزلتيه وانت اللي حاطه ايديكي فيه، وبرده العكس اهو، وخلف خلاف برضو. واروح جايبه بقيه المقدار الملح. كيلو السردين خد حوالي 5 معالق ملح رشيدي ونص معلقه شط، وحط المقدار كله. وحط بقى الاضافه اللي هتخلي معايا السردين زبده. اول حاجه معلقه زيت واحده كده، معلقه زيت، ايوه معلقه زيت. الزيت مش احنا لما نيجي نحفظ منتجات زي مثلا الكاتشب او نحط الصلصات مش بنحط على وشها زيت عشان يمنع التفاعل او يمنع الهواء؟ حطي معلقه زيت هيطريه وهيحافظ عليه اكتر. اهي معلقه، وتحطي بقى ايه، تجيبي كده ليمونتين حلوين وتعصريهم عليه. عصير الليمون ماده حافظه، غير ان هو بيديله تيست حلو جدا بعد التخليل، ما تحسيش ان سمك مملح، سمك ممزز كده طعمه حلو. تمام كده. يوم بقى اكل الرنجه والفسيخ ما تستغنيش عن قشر الليمون. اكتر حاجه بتضيع الريحه من الايد بعد الاكل قبل الصابون طبعا، تدعكي ايدك بقشر الليمون ده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا ظبطت حالي. امسك الشنطه كده، بص خرجي الهواء على قد ما تقدري، وتروحي ربطها ربطايه حلوه كده. وقبل ما تقفليه تقولي له عام سعيد، ماشي اهو. وتقفلي بقى وتحطيها في المطبخ عندك. لو المطبخ حر قوي لا دخليها في اي حته، ما تحطهاش في بلكونه، ما تعرضهاش للشمس، ما تحطهاش في اي حته خالص. لو المطبخ حر عندك طلعها من المطبخ، حطها ان شاء الله تحطها تحت السرير، المهم تبعديها عن حراره المطبخ اسبوع بالظبط وهتاكلوا منه بالف هنا وشفا. ونتكلم بقى نقطتين كده بسرعه عن الفسيخ عشان اللي عايز يعمل فسيخ. الفسيخ هتجيبي له ملح رشيدي برده والشطه ونفس التكه بتاعت الليمون ونفس التكه بتاعت الزيت، بس الفسيخ هتبيتيه في المطبخ من بالليل، ما تحطوش في الشمس لو سمحتيلي، ما تحطوش في الشمس خالص. بيتيه في المصفى او متعلق زي ما قلتلك، بعد كده تلفيه في ورق او فوطه عندك مش محتاجاها، نشفيه كويس جدا ونشفي الخياشيم بتاعته. ونفس الفكره كيس وعلبه، وتملي الخياشيم للاخر والبق من الكوكتيل اللي احنا عملناه اللي هو الشطه والملح، وتملي للفسيخايه قبل ما تخلي ليها مساج. يعني ايه مساج؟ بصي اديها علقه، يعني الفسيخه تبقى قدامك كده اعمليها كده بظهر ايدك، بتفصلي اللحم عن الجلد وبتفصلي اللحم عن الشوك. لما تيجي تفتحي الفسيخه بعد كده تلاقي اللحم مفصل، يعني ايه مفصفص معاكي كده، وتلاقيه طري ناعم كده، غير لما تيجي تفتحيه بعد كده تلاقي كله ماسك في بعضه ونفضل ايه نشد بقى. دي طريقه الفسيخ، وبالظبط بالظبط زي ما عملنا السردين تعملي الفسيخ مع التكات الزياده اللي انا قلت لك عليها. هنعمل لكم بقى حاجه حلوه برده معانا، الرنجه. لا ما تفهمنيش غلط، مش هخليلك الرنجه، انا هطبخهالك. يعني انت هتشتري الرنجه وهتطبخيها زي ما هعملها لك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذنكم ابص بس على اللي في الفرن. ما شاء الله. هنعمل مع بعض دلوقتي رنجه مطهيه. هي الرنجه بتطبخ؟ ايوه هنعملها بدل ما التقليدي اللي احنا اتعودنا عليه، احنا هنعمل رنجه مطهيه. هنجيب طاسه
ونحطها على البوتاجاز، خليها على السخنة دي، ونحط فيها شوية زيت صغيرين كده. على فكرة يوم أكل الرنجة الزيت والليمون بيلعبوا يعني الأساسي في الماتش بتاعنا ده، يعني تحس إن هو إيه خط النص. مقادير الرنجة هتنزل معانا، الرنجة المطبوخة، رنجة قطع، فلفل ألوان، وعندك فلفل بصل أخضر وفلفل أخضر، وعندك بشر جزر، وعندك قطع طماطم وعصير ليمون وزيت. سجلوا المقادير يا جماعه، يعني ممكن في حاجات تروح مني بس سجلوها. بسم الله، انا نزلت بالزيت بتاعي اهو، واروح نازله بالبصل، ده قطع قطع بصل، واقلب عادي خالص. بسم الله، انا عايزه البصل يدبل، مش يجراله حاجه، لا انا عايزاه يدبل. مجرد ما يدبل هبتدي اشتغل معاه. هجيب دلوقتي اقطع فلفل الوان عشان خاطر اطعم بيه الرنجة بتاعتي وازود بيه المقدار واغير الصنف خالص. بسم الله، حطي فلفل احمر، حطي اصفر، حطي اخضر، حطي اللي عندك، كله بيزيد من جمالها وبيزود كمان قيمة الصنف. يعني تمام، كينو على جنب كده، قطعي الاصفر، اي صنف تزيد الوان وتعرفي ان قيمته الغذائيه بتبقى اعلى. طبعا الرنجه احنا عارفين ان احنا يوم ما بناكل رنجه حادقه وبنشرب ميه كتير ومش، لا احنا لو احنا زودنا الاضافات دي على الرنجه مش هنحس الاحساس، هناكل ونشبع وهتبقى طعمها حلو جدا وتغيير، لكن مش هنحس الاحساس اللي احنا متعودين عليه. حطي بقى التكة بقى ايه، فلفل حراق عشان اللي ما بيحبش الصنف ده ما ياكلش منه. لا الفلفل الحراق بيدي تيست كده لكل حاجة سبحان الله. يعني نزود فلفل، نجيب فلفل، فلفلات اخضر كتير، ونقطعها مع بعض كده. عيني على البصلة، فلفل الحراق اهو، بصوا تكة كده بيدي كده حتة سبايسي كده، بيخلي اللقمة مبلوعة. يعني كفى كفى كفى. بسم الله، انا عايزة البصل يدبل مش ياخد لون بس، يقل عشان ما يقرش معي. الفلفلات الخضراء، تمام، حلو قوي البصل كده. هروح نازله بالبصل الاخضر، جميل البصل الاخضر، مش عايز اقول لكم على طعمه في الاكل ده. انا بحطه ساعات مع المكرونه، يعني البصلايه كده مع صلصه المكرونه تدي تست حلو ما بتبانش. يعني هدي بس تتبيله البصل الاخضر ما باخدش وقت، اقطع دول. نزود، انا عايزه ازود حته حراقه بس مش هين عليا بصراحه. يعني ننزل بالفلفل الالوان بتاعنا عشان احنا هنشتغل دلوقتي على
البلانشا رنجة، مش عايزين نرجع لها بالخضار تاني. طبق حلو والله ومغذي. يعني بصوا انا دخلت، كلنا بنحب الرنجة، مفيش فصال في الرنجة. طب انا ما دخل الحاجات دي كلها مع الرنجة، اولا استفدت ان هوفر في مقدار الرنجة، يعني ايه مش هستعمل الكمية اللي انا كبيرة اللي هي لوحدها. حاجة تانية اجبرت الاسرة كلها تاكل فلفل الوان وتاكل بصل اخضر والحاجات دي. بس كده هجيب الرنجة. مقدار وافي وكافي من الرنجة. نبتدي بقى ايه تلعب معانا الادوار كلها النهاردة. في كل طبق هنعمله رنجة. محدش فكرني باللي في الفرن. نفتكر مع بعض اللي في الفرن. خلاص اللي في الفرن لازم يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. البريوش انا عايز اعمل فيه خطوه قدامكم كده وهو طالع سخن من الفرن عشان اضمن ان هو يبقى طري جوسي. بصوا بصوا انا بعمل ايه، زي الفطير المشلتت كده، رشه ميه بسيطه كده وتغطيه بفوطه تضمني ان هو طري فاضي من جوه. نقلب مع بعض. انا مش هحط ملح، ممكن احط ملح واحط كميه رنجه قليله. انا دلوقتي هحط بشر جزر. بسم الله. شويات كده ايه بسيطات واقلب. مش هتحط كمون، مش هتحط فلفل اسمر، لا انا عايزه ريحه الرنجه تطغى على الحاجات دي كلها. كويس ان انا افتكرت البريوش كان منت وانا لله وانا اليه راجعون. ثانية واحدة نديها تقليبة للرنجة بتاعتها. بسم الله. الرنجة انت بتجيبيها وجايبالك رنجة هعرفهالك دلوقتي. الرنجة انت بتجيبيها وبتجيبيها على بعض رنجات كده وعلى النار بتمشيها. هوريك ازاي دلوقتي لما اخرجها تمشيها كده بتتفتح منك والجلد بتاعها بيتفتح. تنضفيها وتعينيها كده في علبة في التلاجة لو هتاكليها قريب. ممكن لو هتفضل عندك فترة طويلة حطيها في الفليزر عندك ما بيجرلاش اي حاجة. بس بلاش كل مرة تيجي تخرج الرنجة تزفري نفسك لا تبقى سهلة كده وبسيطة يعني في اي وقت. حلو قوي كده. المقدار عندي اهو متنضف. هقطعها مكعبات صغيرة. الرنجة بتاخدش 10 دقايق على النار، يعني انا مش هطبخها يعني ابيتها ليلة، لا هي بالظبط هتتقلب. هعصر عليها الليمون خلاص كده ونقدمها على طول. اهي تمام. اظبط حاجتي. كل الخضار عندي دبل. انزل بالرنجة بتاعتي بقى. طب ايه اللي هيدي الطعم الحلو والمزازة؟ احنا متعودين ناكل الرنجة بالطحينة وبالزيت وخلاص. لما انا احط هنا ليمون برضو وحطينا معلقتين الزبادي. مش هنحط طحينة في الصنف ده. بصوا بقى ريحة الرنجة. اه هي دي الرنجة المطبوخة. انا اتخضيت عش كامل. بصوا هنزل بعصير الليمون بقى. بسم الله. اهو تمام.
ممكن احنا نعمل نجيب ايه؟ يا رب. تمام، ونريح نفسينا خالص. نجيب واحدة كمان برضو. هو انا قلت لكم الليمون النهاردة بيلعب، يعني بيلعب ده ايه؟ انا بص انا حاسة ان انا في ماتش النهاردة، فالليمون بيلعب دور ايه اهم حاجة في الماتش؟ انا ما بفهمش في الكورة قوي، اللي هو خط النص تقريبا، او الراجل اللي ماسك جوانت ده، في راجل تلاقيه واقف على الجون كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ما تعرفش ولا لعب الكوره؟ والله العظيم ما بفهم في الكوره. اخر ماتش سمعته وسالت الخطيب فين يا جماعه؟ انا قديمه قوي. وايه المشكله كمان؟ ده احنا هنشيل عشان نتكلم مع بعض. المشكله في الكوره دي حاجه بلاستيك، وتلاقي الشباب زي الفل راحه جايه وراها راحه جايه وراها، ولما يوصل لها كمان، لما هو خلاص ربنا كرمه ووصل للكوره يشوطها ويجري برده وراها. انا مش عارفه ايه الحكمه من الموضوع ده. شكلي كده يعني ايه؟ انا اتوصف لي على فكره اجري ورا بلاستيك بس ما رضيتش. خلاص كده هنقدم الطبق بتاعنا على طول في ثواني. كده طبقنا خلص ونقدمه على طول. بسم الله. الدنيا زي الفل الحمد لله. بسم الله. فاضل لنا وقت قد ايه؟ بألف هنا وشفا، بالهنا والشفا للي هياكل. ننزل كده الطبق ده بصراحة هو يعني بيضحك لوحده، بس احنا برضو ايه نديله حاجة كده. احنا مش حاطين فيه جزر؟ نحط له جزرايه، ونحط له ايه بقى؟ فلفل على جنب كده. ندلع طبقنا كده عشان ايه؟ العين بتقبل كده. خلصنا الصنف الثاني، الصنف الثالث. اجيب ده كده طيب. هنعمل تاني عندنا 10 دقايق وقت، ممكن ناخد فاصل جد كده ومحدش يروح هنا ولا هنا. خدنا فاصل جد كده ورجعنا لكم تاني. هنقدم معاكم البروش. بسم الله. بصوا ما شاء الله لا لزق. ليه؟ عشان حطينا فرشه ايه فكروني كده، فرشه الزيت مع بعض. حاولي تبقوا ايه يعني ايه وانتي بتطلعاه كده برضو رفقا. بسم الله. هنروح بقى نعمل حاجه تانية كده ايه لهواه الدايت، للناس اللي عايزه تاكل مفيش حاجه. فهنعمل لهم ايه؟ هنعمل لهم رنجه سلطه. رنجه سلطه هتنزل دلوقتي مقادير رنجة السلطة، وهنعملها مع بعض ان شاء الله. واحفظيها ويعني اعمليها ان شاء الله، هتعجبك جدا. وهتلاقيها برضو ايه مادة ملقة ونزلت المقادير معانا. طبعا قطع الرنجة ديت هتبقى في كل اصنافنا، ومعانا كرنب سلطة. قطعي الكمية اللي انت عايزاها، المقادير مفتوحة لي. وعندي بشر جزر وبصل اخضر وبصل عادي وفول حراتي. فول حراتي دخليه مع السلطة دي، طعمه هايل جدا وهتاخدي قيمته الغذائية. وعندك ربع كوبايه طحينه، معلقتين نص اللي انت عايزاه، يعني حطي اللي انت عايزاه، حطي معلقتين عشان تبقى خفيفه. حطي عصير ليمون، حطي زيت زيتون. هنبدا مع بعض. بسم الله. في حاجه كبيره كده. طبعا احنا مقطعين كرنب السلطه من الحاجات القيمه جدا، بس تقطعيه رفيع كده عشان ما تحسيش ان انت يعني بتاكلي حاجات بتقرش كتير. هنزل بيه. بصل الاخضر ملك المائدة النهاردة. كانت الفراعنة بتاكل كل حاجة تاكل معاها بصل اخضر، احنا عرفنا ليه. بصل الاخضر ده بيقي من الحاجات اللي في الايام الحلوة دي. ماشي. ونحط بشر جزر. يبقى حطيتي كرنب وح...
حطيتي الفول الحراتي. الفول الحراتي بقى لو لسه في اوانه يعني لسه طالع بيبقى القشرة بتاعته طرية حلوة كده، قطعيه زي الفاصوليا وحطيه. اما انا فصصته عشان خلاص كل سنة وانت طيب، احنا في اخر الموسم. وتحطي بصل، ده ما شاء الله. بص انا عامله عزومه النهارده، يعني الرنج قد كده وهتطلع في الاخر قد كده. كده حطيت كل المقادير، اتنيها على جنب كده، ونجيب الرنجه بتاعتنا برضو نقطعها ونحطها مع بعض. الخضار ده كله الرنجه بتنكهه، بتخليه ريحته رنجه. ده الواحد يوم ما بينضف الرنجه بيبقى البيت كله ريحته رنجه. تخيلي بقى انت بتاكلي طعم الرنجه وريحه الرنجه وما بتاكليش كميه كبيره من الرنجه. وانا طلعت لك الرنجه جايبه لك بقى رنجه ايه عشان اعرفك ازاي تشتري الرنجه. بسم الله، نقطع دي الاول وبعدين نخش في الموضوع التاني. قطعيها بالراحه كده وانت بتقطعي، لو لقيتي شوكات ولا حاجه كليها، قصدي شيليها. قصدي شيليها والله. بسم الله. قطعي كده، يعني حاولي تنعمي الرنجة المرة دي، نعميها. عايزة تقللي الخضار وتكتري الرنجة بتاعتك، عايزة تكتري الخضار براحتك خالص. تمام اهو. البريوش قلت لك تطلعيه من الفرن، اديله رشه ميه خفيفه جدا، واعملي ايه تاني؟ وغطيه بفوطه، تيجي تلاقيه فاضي وطري وجميل. الطحينه بقى يا جماعه، بصي معلقه النهارده، يعني الماتش جامد جدا بالرغم ان انا ما بفهمش في الكوره. انا على فكره انا ما بفهمش في الكوره، انا ادمي ادم مش حلو، يعني انا ما بفيش ما اقعدش قدام الاهلي الا لما يخسر، اتفرج على الزمالك يخسر، اتفرج على الدوري مصر تخسر، فخلينا بعيد عن الكوره افضل يعني. وهتحط هنا زيت. الأكلة دي بقى الطهية دي محتاجة منك إيه؟ تطحني شوية، يعني عايزة صحة. فالصحة تيجي منين؟ من يعني نقلع حبل المشنقة ده، أنا مش عارفة إيه لازمته في الحياة أصلاً. ثانية واحدة كده، دي بقى في نوعين يا جماعه من الطحينه، في طحينه حمراء وطحينه بيضة. الطحينه البيضة دي اللي هي من السمسم الابيض، دي بتنفع في السلطات، اما الطحينه الحمراء دي تحفه، دي بتنفع في حاجتين، في العسل مع الفطير العسل الاسود، وبتنفع مع الجبنه المش. عارفين الجبنه المش اللي هي الجبنه الحادقه، بتبقى حلوه جدا طعمها حلو وسعرها نفس السعر. وان شاء الله في حلقات جايه باذن الله هنعمل معاكم الطحينه. ايه خدمه. بسم الله. قشر الليمون النهارده ما ترموهوش. اول حاجه قشر الليمون ده ممكن يتحط في بوله الصابون على الحوض وانت بتغسلي المواعين كده، مش بتحطي الصابون في بوله كده عشان تغسلي بقيه المواعين، بتروحي حاطه فيه قشر الليمون، بيدي ريحه حلوه جدا للصابون وبيضيع اي زفاره في المواعين. تاني حاجه النهارده يوم رنجه، فمحتاجين كل القشر ده عشان بعد الاكل كله ايه يغسل ايديه بالليمون، بقشر الليمون. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير، وربنا يا رب يعدي الأيام اللي احنا فيها دي. خلاص احنا كده خلصنا، بس فاضل حاجة عايزة استأذنكم فيها. الأكلة دي محتاجة قبضة يدي، محتاجة قبضة يدي، يعني ايه؟ بصوا عشان كله يدوب في كله كده لابد، يعني بص احنا ما بنحبوش لكن في اوقات لازم منه. ايه ده كده؟ بصي افركي كل الحاجات دي في بعضها، تاخدي طعم الرنجة وتاخدي الطحينة
وممكن نزود طحينة كمان. طبعا اللي هياكلها دايت ما يحطش الا معلقة واحدة. وتزودي عصير الليمون، الفول الحراتي مع الحاجات دي كلها اخدت ريحة الرنجة وخدت طعم الرنجة، وبقى ايه طبق كله رنجة في رنجة كده. خلاويص نقدم بقى. بسم الله. بصوا كل ده خد ريحة الرنج، وهتاكلي بألف هنا وشفا انت وأسرتك وتتبسطوا. طبق مشبع ما شاء الله، مليان وما اخدش رنجة كتير زي ما احنا متعودين. وبرضو نديله كده ايه حبة حاجات كده، نخلي طبقنا شكله حلو، حاجات بسيطة. حاضر، في حاجة صغيرة قوي هقول لكم عليها ونقول باي باي، ونتقابل ان شاء الله في حلقات جايه كتير باذن الله. ايه اللي انا بعمله ده انا مش عارفه، بس اكيد هيطلع في الاخر حاجه شكلها حلو. بصوا انا عايزه ازرع لكم حاجه في النص كده، بس بصوا تقبلوها يعني حسسوني ان هي ايه شغاله. بصوا انا عندي الرنجه المعتاده اللي احنا بنحبها، بسم الله، هنقدمها بطريقه عاديه بقى، احنا متعودين على الطرق دي اهي. شرايح الرنجة بتاعتنا، بسم الله، ودي انا هاكلها بس مش دلوقتي. ونديها اي حاجة حلوة كده. ونديها رشة طحينة. بصوا على الوش كده حاجة بسيطة خالص اهي. والاكلات دي حلوة قوي بقى مع العيش البلدي ابو ردة ده، تاكلي ما تشبعيش بألف هنا وشفا. لا والله معاكوا، والله والله معاكوا، بس مش عارفة اقول ايه. بصي بقى قبل ما اختم معاكي عايزة اقول لك على حاجة، معلش سامحيني. اما تيجي تشتري الرنجة يا ريت تبقي يعني عندك ملحوظة قوية جدا، لان الرنجة دي لو متعورة مش صح. يعني لازم تشتري الرنجاية سليمة، ما يبقاش القشر مقشر من عليها، تشتريها من مكان مضمون، مكان انت متعودة وعارفة ان هو جيد، عشان الحاجات دي مش يعني ما بنحبش، هي بناكلها قليل جدا في السنه، بس ما بنحبش نشتريها من اي مصدر. فخليكي دقيقه، كتري الليمون، كتري البصل الاخضر، واليوم ان شاء الله هيعدي على خير. عندك بطاريخ الرنجه الجميله الناعمه بتاعتنا دي، احلى من الرنجه، ولازم تتقدم بالمنظر ده، ملهاش حل. يعني عشان تضيعي طعمها والزبده اللي فيها مع حاجات تانية ده حرام. فهو ده حلها ان هي تتقدم بالطريقه دي. والرنجه دي للي ما بيحبش طبعا الشغل بتاعنا ده ويقول لا ده انا عايز رنجه، فانا برضو قدمت لكم رنجه وبألف هنا وشفا. ونديها تكة زيت كده ونقول ايه نستودعكم الله ونشوفكم زي ما لقيناكم بخير. ثواني مش عارفه اسيبكم، ثانيه واحده انا مش قادره اسيبكم. كل سنه ومصر كلها بخير ان شاء الله باذن الله. في حلقات جايه كتير هنعمل لكم حاجات تحبوها وتبقى على قد ايدينا، وهنمشي بالميزانيه ان شاء الله الفتره اللي جايه عشان نعدي على خير.
وعشان كل اولادنا ياكلوا ويتغذوا ما نفقدش اي حاجه خالص، يبقى ماشيين بميزانيه مظبوطه. هنقولها من الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. انتظروني واستنوني في حلقات جايه كتير، وزي ما لقيتكم بخير اسيبكم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. انا موعد يومي معاكم في المطبخ مستناكم، بتعلم اكله جديده وطرق امدادي مغير. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. انا موعد يومي معاكم في المطبخ مستناكم، بتعلم اكله جديده وطرق امدادي مغير.